الله. نتمنى لكل اللي قاموا فيها بالتوفيق. مغاربة، أنا مغربي، هناك تونسة، هناك سوريين، لبنانيين، مصريين، جزائريين، الحمد لله في المجتمع هنا، هذه فرصة باش نجتمعوا هنا جميعا. أول مرة نجي لهون، الحمد لله يعني مبسوطين جدا، جايين مع العائلة، جايين الأولاد. صراحة سي تري بون اوبورتونيتي للجميع حتى نتعرف على بعض، حتى تتآلف قلوبنا. كل شيء مبتسم، هناك الأطفال، هناك الكبار، جميع الأعمار الحمد لله موجودة هنا.
كل سنه بنشارك الفريق ومشاركه الجمعيه بهالنشاط بمولد النبي الشريف. نفس الوقت يزداد حبنا للنبي عليه الصلاه والسلام ونذكر الناس حقيقه ليش احنا مجتمعين وليش شو الهدف من هالاجتماع كله. على شعار دائما وانك لعلى خلق عظيم ان شاء الله، وهذا شرف كبير للامه الاسلاميه.